أعزائي برحب فيكم، وحنقدم وصفة لعشاق البيتنجان. حنعمل فتة بالبيتنجان المشوي بتتبيلة كتير لذيذة. نشوف مع بعض المكونات. فتة الباذنجان المشوي: 2 حبة كبيرة بيتنجان، 1 ملعقة صغيرة كمون، 1 ملعقة صغيرة كزبرة، 1 ملعقة صغيرة بابريكا، 1 ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، 2 ملعقة صغيرة أوريغانو. صلصة الزبادي: 3 كوب زبادي، 1 ملعقة صغيرة ملح، 3 فص ثوم مهروس. للتتبيلة: 4 رغيف خبز محمص أو مقلي، ربع كوب عصير ليمون، 1 كوب بقدونس مفروم، نصف كوب نعناع أخضر مفروم، ربع كوب دبس الرمان. للتقديم: صنوبر. المكونات عندي عبارة عن تشكيلة من البهارات. في الأول في طبق حبتدي أحط زيت الزيتون وكل البهارات اللي ذكرناها في المقادير، هخلطها كليتها سوا. بهذا الشكل صار كليت البهارات عندي جاهزة، ونبتدي أعزائي نجهز الباذنجان. الباذنجان أنا هحتاج حبة كبيرة، ممكن إذا أصغر أخذ 2 صغار حسب اللي موجود عندكم. ما في داعي أقشر الباذنجان، هخليه زي ما هو. القشرة بتعطيني طعم وبنفس الوقت بتعطيني شكل، وأنا حشوي الباذنجان شوي، فلما يكون في قشرة برضو بتحافظ عليه أثناء الشوي، فأقترح عليكم إنكم تخلوها ولكن حسب رغبتكم. حنشيل هذا الجزء من الباذنجان، نشيل الساق تماما، وحبتدي أقطع الباذنجان إلى مكعبات حوالي 1 بوصة أو أكبر شوي حسب حبة الباذنجان اللي عندكم. بدكم تتحكموا شوي في هذه الجزئية، أعتقد هذه مناسبة لو قطعناها بهذا الشكل بهالطريقة. اللي حقطعها على طول ححطها في خليط التتبيلة اللي جهزناه. هذه ممكن أقطعها إلى 3 قطع وعلى طول في خليط التتبيل، وهي كذلك 3 قطع ويبقى الباذنجان عندي هلأ جاهز. وقبل ما أحط إيدي في خليط التتبيل، خليني أقول الملاحظة اللي حابة أقولكم عليها، أني أنا الباذنجان حعمله كأنه كباب، كأنه حشوي شوي، فعندي عيدان الشوي اللي بهذه الطريقة، وأتأكد أنه العيدان هذه بتفوت بالقلاية بالحجم المناسب. قبل ما أبتدي القلاية عندي جاهزة، بعمل تجربة أنه المقاس العود بيكفي في القلاية، فبقدر أبتدي هلأ أشتغل شغلي. قطرات بسيطة من الزيت حنحطها في القلاية، وحبتدي أعزائي أخلط كل هالمكونات اللي حطيناها فيها التتبيلة مع الدجاج، مع الباذنجان أقصد، لغاية ما يتغطى خالص. إذا حابينه بيحرق كتير ممكن تزودوا طبعا كمية الشطة أو مزيد من الأعشاب حسب الطعم اللي أنتوا بدكم إياه. لاحظوا ما أجمله كيف صار كله تغطى بالتتبيلة. من الوصفات اللذيذة للباربيكيو عم تعملوا أو عندكم للبوفيهات، هذه الأكلات كتير حلوة. يتغطى كله بهالطريقة، وأبتدي أشكه بالعيدان الخشبية. أعتقد هيك معقول المقدار، في عود واحد نبتدي نحطه على النار. إذا عم نعمل باربيكيو برضو على الفحم حيبقى برضو من الأفكار اللذيذة لتعملوا باذنجان مشوي على الفحم. و
وإذا حبيته ممكن ندخله الفرن، نحطه على صينية فرن، أحطه على شبك والشبك أخليه على صينية فرن، وببساطة أدخلها الفرن على درجة حرارة مثلا 200-250 إنه بس ينشوى، لأنه الباذنجان ما بياخد وقت في الشوي، وخصوصا إذا كان بالفرن بيبقى كتير لذيذ. يبقى الباذنجان عندي هلأ جاهز، ونبتدي أعزائي نشوف خطوتنا التالية. أثناء شوي الباذنجان قطرات بسيطة هيك من الزيت كل شوي بهالطريقة، ونقلبهم على الناحية الثانية. هنستمر بالتقليب عدة مرات لغاية ما تلاحظوا ابتدت، هو طبعا عشان لونه مبهر فمش حيبان معاكم كتير، بس ابتدى عندي يعطي هاللون الذهبي اللطيف بهذا الشكل. وطبعا بتشموا ريحة الأعشاب كمان وإحنا بنشويها، هتبقى ريحتها كتير شهية في المطبخ. نبتدي أعزائي نجهز خطوتنا التالية. أنا هعمل زي صوص زبادي، كتير فكرته بسيطة، مجرد عندي زبادي أو لبن، هضيف له التوم وحضيف له الملح، وقلب هالمكونات مع بعضها لغاية ما تختلط كويس. هخليه على جنب ونشوف أعزائي خطوتنا التالية. الخطوة التالية تقديم طبق الفتة للباذنجان. بحتاج خبز محمص أو إذا حبيتوا خبز مقلي اللي أنتوا ترغبوا فيه. هحط طبقة من الخبز في قاع الطبق، من الوصفات اللذيذة جدا اللي أنا كتير بحبها. هوزع عليها دبس التمر، دبس الرمان أقصد، وحنوزع على الخبز كمان قليل من عصير الليمون. باذنجان ما شاء الله، شوفوا التحميص والريحة الشهية ابتدت تملأ المطبخ. هنبتدي نضيف الزبادي بهالطريقة. النعناع، البقدونس، وشرائح الباذنجان أصبحت عندي هلأ جاهزة، مجرد إني أخذها وعلى طول أحطها فوق الزبادي بهالطريقة. وبعد هيك بكمل خطواتي بتزيينها بالسنوبر أو أي أشياء تانية أنتوا حابين تزينوها فيه. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتحبوا تجربوها. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.